ورحمة الله وبركاته. هاي الأستاذ أمير ضياء الشمسي من كلية تكنولوجيا معلومات جامعة الأول. محاضرتنا اليوم إن شاء الله بعنوان Introduction to Database. مثل ما نعرف أنه الأنظمة والمواقع والتطبيقات كلها تحتاج إلى بيانات مخزنة مسبقا، بمعنى مثلا أنه الفيسبوك باعتبار أكثر موقع نستخدمه يومياً لحياتنا، لما نسجل دخول باسم مستخدم أو إيميل وكلمة مرور راح ننتقل إلى الواجهة الخاصة بالبروفايل الخاص بالشخص المسجل. هذه العملية تصير بناء على بيانات مسبقة مخزنة في الداتابيس. ففائدة الداتابيس بشكل عام فائدة مهمة جدا. التطبيقات كذلك نفس الحالة، الأنظمة والمواقع بشكل عام كلها بحاجة إلى داتابيس، قواعد البيانات. طبعا قواعد البيانات مشمولة بأنواع كثيرة جدا، مثلا عندنا الأوراكل، الاسكيوال، الماي اسكيوال، المونجو دي بي إلى آخره. ومحاضرة اليوم راح نتطرق إلى نوع من أنواع قواعد البيانات اللي هو الاسكيوال. شنو الاسكيوال؟ دائما المصطلح لا يتم تسميته اعتباطا، بمعنى انه SQL لما قرأنا هاي ثلاث احرف راح نلقاها اشارة لثلاث كلمات. هذه الكلمات هي Structured اختصروها بS، Query اختصروها بQ، Language اختصروها بحرف R. لو نجي على ترجمتها Structured Query Language، لغة الاستعلام المهيكلة. قلنا مسبقاً بداية المحاضرة أنه البيانات اللي نحتاجها بأي موقع أو تطبيق أو نظام تكون مخزنة مسبقاً. من المفترض أنه هذه البيانات تكون مخزنة بشكل مهيكل. هذا الشيء مهم حتى مستقبلا من نجي نوصل الجزء معين من هاي البيانات ما راح نلاقي صعوبة. نضربها مثال بالواقع. فرضا انا عندي مجموعة من الملفات اريد احفظها بمكان مستقبلا لما اوصل الملف X، ما راح الاقي صعوبة بالوصول اليه. نفترض انه عندنا مثلا مكتبة، هذه المكتبة فيها كتب خاصة بالتكنولوجيا، كتب خاصة بالاقتصاد، كتب خاصة فرضا بالرياضيات. يجب أن تحفظ هذه الكتب بطريقة تسهل عملية الوصول إلى الكتاب المطلوب. فرضا لما أجي أخزن هذه الكتب إجاني كتاب في اختصاص الاقتصاد، هذا الكتاب لا يحفظ بشكل عشوائي في هذه المكتبة. أخذ هذا الكتاب الخاص بالاقتصاد الإيجابي الجديد أخليه ضمن الرف الخاص بكتب الاقتصاد. هذه العملية مهمة جدا، يعني هذا الستركتشر مع البيانات أو هذا الستركتشر مع الكتب مهم جدا، لأن أنا مستقبلا راح أحتاج كتاب الاقتصاد، هذا الكتاب الاقتصاد X الجديد. إذا أخذنا كتب الاقتصاد راح ألاقي السهولة بالوصول إلى الكتاب المعني. نفس العملية فيما يخص قواعد البيانات، كل قواعد البيانات مو فقط الاسكيوال تشتغل ضمن نفس المبدأ، البيانات تحفظ بشكل مهيكل في قاعدة البيانات، وبالتالي لما أريد أوصل لجزء معين من هاي البيانات ما راح ألاقي صعوبة.
بغض النظر عن انه احتاجت كتاب كتابين 10 كتب رف كامل، انا اذا خازنهم مسبقا بطريقه صحيحه ما راح الاقي صعوبه بالوصول الى الكتاب المعني. كلها تشتغل نفس المبدا، يعني الاوراكل، الاس كيو ار، الماي اس كيو ار، ايضا المونجو دي بي الى اخره. مثل ما تلاحظ امامنا ذكر structured query language is a domain specific language used in programming and designed هاي كلمة مهمة designed for managing data held in a relational database management system or for stream processing in a relational data stream management system. نفس ما ذكرنا هذا الكلام اللي ذكرناه باللغة الإنجليزية حاليا نفس الكلام اللي ذكرناه بداية المحاضرة يقول انه هاي الاس كيو ار هذا النوع من انواع قواعد البيانات ده يحفظ بشكل مهيكل يسهل عملية الوصول الى البيانات. نجي نقيسها بالواقع الافتراضي الخاص مثلا بالفيسبوك. انا سجلت دخول، دخلت ايميلي، دخلت باسورد خاص بي، ايش راح يسوي؟ ما خلف الكواليس راح ياخذ هذا الايميل اللي دخلناه بالتكست بوكس بحقل الايميل بالمتصفح، ايضا راح ياخذ الباسورد اللي كتبناه بحقل كلمه المرور الخاصه بالموقع. لما اخذهم راح يجي يقارنهم بما موجود في قاعده البيانات الخاصه بالفيسبوك. المبدا واحد، هذا الموضوع ينطبق على الفيسبوك والتويتر وبقيه الانظمه والمواقع وحتى التطبيقات. إذا لقى تشابه بين الإيميل المدخل والباسورد المدخل، إذا لقى تشابه راح ينقلني مباشرة إلى البروفايل الخاص بالشخص الداخل إلى هذا الموقع. فرضا شخص اسمه أحمد عنده إيميل مسوي ساين أب، مسجل دخول بالفيسبوك، خازن معلوماته، ومن نقول خازن معلوماته بمعنى انه ايميله، باسورد الخاص به، اسمه الثلاثي الذي يظهر بالبروفايل، الاشياء التي يفضلها، كلهم مخزنه مسبقا في قاعده البيانات. يعني من اسجل دخول مره ثانيه في وقت لاحق راح يجي يقارن هذا الايميل وهذا الباسورد، يقارن بما موجود في قاعدة البيانات، إذا لقاه محفوظ راح ينقلني مباشرة إلى البروفايل الخاص بأحمد، وإلا راح يطلع لي رسالة خطأ يقول لي هذا الإيميل ما موجود، معناتها أنه هذا الإيميل غير موجود في قاعدة البيانات. طبعا هذا المبدأ نفس ما ذكرنا ينطبق على الأنظمة والمواقع بشكل عام. فموضوع قواعد البيانات موضوع مهم. سنستحنا إذا نسأل سؤال، هل من الممكن أن يتم بناء موقع بدون الحاجة إلى قاعدة البيانات؟ نعم، ممكن بناء موقع دون الحاجة إلى بناء قاعدة بيانات، لكن هذا الموقع البيانات التي تكون فيه هي بيانات يسموها ستاتيك ثابتة، ما راح نقدر نضيف مستقبلا بيانات إلى هذا الموقع لأنه راح يكون ستاتيك. هذا الموضوع طبعا ينطبق على المواقع البسيطة مثل المواقع التعريفية للشركات للمؤسسات إلى آخره. موضوع قواعد البيانات موضوع غاية من الأهمية.
طبعا انواع قواعد البيانات انواع كثيره. احنا بنتخصص بمحاضره اليوم بنوع الاس كيو ار ستراكتشرد كويري لانجويج. الفائده من استخدام الاس كيو ار، ما هي الفائده من استخدام الاس كيو ار؟ ذكرنا مسبقا انه لما نخزن بيانات قاعدة البيانات راح نقدر نسوي سيرش، نقدر نسوي سيرش مثلا. من نسوي سيرش ما خلف الكواليس ايش يسوي؟ ده ياخذ الكيورد التي يتم ادخالها في مربع الادخال مثلا في الجوجل، وده يقارنها بما موجود في قاعدة البيانات. اذا لقى تشابه راح يعرض لنا النتيجة حسب الكيورد اللي دخلتها. بالحقيقة قاعدة البيانات في حال استخدام الـ SQL يتم استخدام table، طريقة التيبل. يعني لما أجي أبني structure الخاص بالداتابيس أبني تيبلات، يعني table مثلا اسمه users، تيبل اسمه مثلا انفورميشنز مثلا بروفايلز الى اخره. قاعده البيانات يجب ان تبنى بطريقه احترافيه، لان هذا الستراكشر مال قاعده البيانات يمثل لك خارطه النظام او الموقع. بحاله الاس كيو ال يستخدمون الفورمز مال تيبلز، يعني يبني تيبلات. بمعنى انه انا دا اخلق تيبل اسمه يوزرز، اثبت به الكولومات في البدايه، الكولوم الاول اسمه اي دي، الكولوم الثاني اسمه مثلا يوزر نيم، الكولوم الثالث باسورد، الكولوم الرابع نفترض انه الايميل الى اخره. قاعده البيانات بعد ما تم بنائها بهالطريقه هاي يجب ان تكون طريقه احترافيه. بعد ما تم البناء بها تجي الحاجة إلى تغذية قاعدة البيانات، تغذية هاي التيبلز. تم التغذية من خلال شيء هنا طبعا بالمحاضرات القادمة إن شاء الله راح نستخدمها، اللي هي الكرييتنج. اكو شيء اسمه الكرود CRUD، كرييت ريد ابديت ديليت. هذني العمليات اللي يصيرن او يتم اجراءهن على انواع قواعد البيانات بشكل عام، وهذا ما نتطرق اليه، سوف نتطرق اليه في المحاضرات القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.